لي كمان يا مها أخذك لهذا الخبر، حيث تعمل المملكة جاهدة لاستضافة أحد أكبر الفعاليات على مستوى العالم، وهو إكسبو الرياضة 2030، والمقرر أن يقع المعرض شمال الرياضة على مساحة تفوق 6 ملايين متر مربع. وأيضا سيراعي الاستدامة في التخطيط والتنفيذ والتشغيل، وسيكون وجهة دائمة حتى بعد انتهاء المعرض. وعن هذا الإطار، كشفت مشاريع السعودية عن خطط تصويري أو مخطط تصويري لهذا المعرض. خلينا نتابع. كان توضيح لما نتكلم عن تكون هذه المنطقة مبنية بشكل مستدام، شفنا فيها مسطحات مائية، شفنا فيها مسطحات خضراء، حتى في الفلور توب في على أسطح المباني كيف كانوا مهتمين أنها تكون برضو من ضمن المسطحات الخضراء. صحيح رو، احنا متحمسين. ارجع اقول كل مره نحكي عن اكسبو 2030 والذي سيقام في عاصمتنا الرياض، ان شاء الله كل احد متحمس، كل احد متحمس، وان شاء الله يعني اتحمس كثير انه حتى المنطقه هذه ستكون دائمه عشان الواحد يزورها لو ما حصلت الفرصه انه يزورها خلال المعرض.